انا عايزه اروح مع حضرتك بقى لموضوع الشهادات الطبيه، وده كتير جدا. يعني ممكن حد يروح عامل شهاده طبيه تفيد بان عنده مرض معين، عنده اعاقه معينه، عشان يخلص بيها حاجه، ياخد بيها حق، يشتري بيها حاجه مخصصه طبعا لذوي الاعاقات، ويبقى الكلام ده مش حقيقي. ده تزوير. يعني بنشوفها كتير جدا. طبعا احد الناس عايز ياخد حق مش حقه، فبيروح لدكتور يكتب له شهاده مرضيه انه يعاني من كذا وكذا وكذا لصرف مستحقات مثلا. فده يعتبر اصلا الشهاده اصلا مزوره، ان هو اصلا لا يعاني من هذه الامراض. حتى لو الشهاده صح، واخدها من مستشفى حكومي، كاتبها لي دكتور في المستشفى، مختومه بختم المستشفى، تعتبر غير الحقيقه. ما هو الحقيقه هو انسان كويس ما فيهوش مرض معين، لكن بيصطنع ورقه لاستخدامها في جهه ما لحصول على حق مش حق. يعني ممكن حد يطعن عليها ويتعمل له كشف طبي، ولو اكتشف ده يبقى جريمه تزوير. طبعا بتشوفها كتير في التقارير الطبيه. بنشوفها طبعا في اللي هي يعني علاج يستلزم 21 يوم، لما يكون حد عايز يقول لحد ان حد ضربني، يعني صح كده؟ بنشوفها برضو. بتشوف التقارير الطبيه دي يعني ضعاف النفوس ساعات بيعملوا. طبعا مش بقول الاطباء بيعملوها، لكن بيبقى في يعني البعض بيستغل ختم المستشفى او حاجه وبيكتب هو الصيغه. يعني دي صعبه شويه، لان ده تطابق في التزوير في اوراق رسميه. انا ده اللي انا عايز اوصل ليه لحضرتك، ان برضو الشهادات الطبيه دي تعتبر تزوير في اوراق رسميه. طبعا هي طالعه من مستشفى حكومي، فتعتبر فيها تزوير في اوراق رسميه. تمام. بنشوفها كتير في المحاكم، وساعات احنا بنطعن برضو على التقرير ده، وبنحول الشخص اللي مقدم الشهاده بنحوله للطب الشرعي للكشف عليه، توقيع كشف طبي، اذا كان فعلا التقرير ده طالع مظبوط ولا لا، هل يعاني فعلا من الامراض دي ولا لا. لكن انا برضو عايز ارجع لحضرتك النقطه الاولانيه، ان انا اطعن بالتزوير على حد مش معنى كده ان انا بس استرد حقي، لكن اقدر احبس الشخص طبعا اللي هو حاول التزوير. الحبس والغرامه ولا ممكن كليهما بقى الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض ساعات في الجنايات تحديدا. لما يكون في اوراق رسميه، في الاوراق العرفيه ممكن المحكمة تتغاضى بعد كده عن الحبس وتدي غرامة. طب لكن في إيصال الأمانة مثلا، حاجة زي إيصال الأمانة أو ورقة زي كده، حد استخدم نفس القلم؟ وفي ناس أذكياء جدا، يعني هو هيكتب بقلم وخلي القلم ده معايا بالظبط كده، زودت كلمة، نقطة، همزة، في حاجة بتغير المعنى أو المضمون، تغير الرقم. في ناس بتفقط الرقم، وفي ناس برضو لأ، استخدام نفس القلم مفيش حاجة ممكن تثبت إن ده تزوير؟ طبعا يعني تزوير، وبتثبت بسهوله جدا. ازاي؟ الطب الشرعي دلوقتي فيه اجهزه مستحدثه جدا، بيبين ذبذبات الخط نفسه هو بيكتب بالقلم. مستحيل خط هيبقى زي خطك، حتى لو كان حتى لو بنفس القلم، حتى لو حاجه بسيطه. انا بقول مثلا زودت زيرو، زودت نقطه، زيرو ما ده تزوير. تزوير بالاضافه، بالتحشير، زودت جمله، زودت كلمه، زودت حرف. ده تغيير للحقيقه. يعني حتى تزوير لو بنفس القلم، دلوقتي بقى سهل اثبات الذبذبات بتاعه الايد وهي بتكتب، صح كده؟ طبعا يعتبر تزوير، وليها نفس العقوبه. ليها نفس العقوبه. وكمان في بنلاقيها دايما في عقود الايجار. عقود الايجار، الواحد بيكتب عقد الايجار بتبقى دايما من نسختين، المالك والمستاجر. ايوه. فالمستاجر عاوز يكسب حق مش حقه. في مده، يزود مده، يضيف بند اضافي، فبيكتب في النسخه اللي معاه بند اضافي، يزود كلمه، يزود، فتغير المعنى اللي كان متفق عليه اللي هو مع الاصل. المفروض انا لو في جزئيه فاضيه في عقد الايجار، المفروض ان انا اشطبها؟ المفترض بقفل اي عقد، اي اقرار، اي ايصال امانه، اي ورقه عرفيه بيتم كتابتها، ما بسيبش فوارغ. لو في فوارغ بشطب حواليها يمين وشمال عشان ما يتمش اضافه شيء عليها.